جمال عزم رضوان عضو مجلس الإدارة الهلال الأحمر المصري فرع شمال سين. اليوم استقبلنا بالفعل طائرة من دولة تركيا تحمل 24 طن من المساعدات الغذائية والأدوية، وننتظر دعم الدول الشقيقة لأهالي فلسطين. والهلال الأحمر المصري فرع شمال سينا في حالة طوارئ لمدة على مدار ال 24 ساعة في اليوم، وبإذن الله القادم أفضل.